يعني لو اقسمت بالله مثلا ان هو ما كانش فيه لا هاني مون ولا كان فيه جواز ولا هل ده هينهي الموضوع؟ اقسم بالله ما كان في حاجه من دي. من 10 سنين زينة كانت في امريكا بتولد توأمها اللي بعد ايام من الولاده بقوا من حديث الصحافه والسوشيال ميديا لغايه وقتنا هذا، ورغم كده الناس ما تعرفش شكلهم ايه. وبعد الولاده بدات المشاكل تدب بينهما الى ان وصلت لساحات المحاكم. فبعد انكار احمد عز عام 2014 نسب طفلي، لجأت الفنانه زينة الى محكمه الاسره لاثبات نسب طفليها، وطلبت اجراء تحليل DNA، لكن الفنان احمد عز رفض اجراء التحاليل، وانتهى الامر وقتها باثبات رفض احمد عز عمل التحاليل. زينة احتفلت بعيد ميلاد توأمها العاشر ونشر الصور ليهم ملامحهم مش شبه احمد عز، لكن هما شبه حد تاني. يا ترى هما شبه مين؟ زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها، تعالوا معنا نشاهد اول صورة ليهم والتفاصيل الكاملة حول ازمتها مع احمد عز ورفضه التام للاعتراف بالطفلين. احتفلت الفنانة المصرية زينة بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين، واللذان أصبحا في عمر 9 سنوات الآن بعد ولادتها لهما في الولايات المتحدة الأمريكية. ونجحت الفنانة زينة في إبعاد توأمها عن الإعلام، ولم تنشر أي صور لهما عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص دائما على إخفاء ملامح وجههما. ولكن هناك صورة واحدة فقط واضحة جدا تم تسريبها لهما وهما في المدرسة. وعلقت زينة على صورة عيد الميلاد وقالت: زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غير الدنيا في قلبي وعقلي وخلاني أحس إن حياتي لازمة وإني مهمة وإني لوجودي معنى. ورغم حرص زينة على عدم نشر صور لتوأمها بخلاف الصورة التي تم تسريبها، إلى أنها دائما تتحدث عن طفلها وتوضح إنهما من محبي الرياضة، خاصة كرة القدم، وخاصة اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي. وكان توأم زينة قد تم تسريب صورة لهما من داخل المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة، وهي أول صورة تنشر لتوأم زينة بوجهيهما والتي كشفت عن ملامحهما للمرة الأولى. ولاحظ المتابعين أن الصورة الوحيدة الواضحة لزين الدين وعز الدين وهما في المدرسة لا تشبه أحمد عز، ولكنهما يشبهان زينة إلى حد كبير جدا. وقال البعض أن التوأم يشبه زينة في كل ملامح الوجه، سواء الأنف أو الابتسامة أو حتى شكل الحواجب والعيون، ولكن الشبه بعيد جدا من الفنان أحمد عز. وكان القضاء المصري قرر إثبات نسب طفلي الفنانة زينة للفنان أحمد عز، حيث قضت محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز بصفته والدهما. وتضمن الحكم الصيغة التنفيذية التي أعطت زينة الحق في استخراج شهادات الميلاد للتوأم والأوراق الرسمية الخاصة بهما. وفي نهاية عام 2019 قام محامي الفنانة زينة معتز الذكر بتقديم دعوى لمحكمة الأسرة بمدينة نصر ضد الفنان أحمد عز، يطالبه فيها بدفع المصروفات الدراسية لأبنائه عن الأعوام 2018 و2019 والتي تقدر بنحو 900,000 جنيه. وعد محامي زينة المستندات والأوراق التي تثبت ثروة الفنان أحمد عز وأنه يستطيع دفع تلك المصروفات لأبنائه، فقامت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بإلزام أحمد عز بدفع المبلغ كاملا كمصروفات دراسية لطفليه من الفنانة زينة. وكان محامي أحمد عز عمر عبد الرحمن قد قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة يطلب فيها نقل طفليه إلى مدرسة أخرى بدلا من المدرسة المقيدين بها حاليا، وقد حملت الدعوى رقم 5180 لسنة 2019 والتي طلب فيها الإشراف التربوي على طفليه من زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى تكون أقل في المصروفات من المدرسة الحالية المقيدين فيها، ولكن تم رفض الدعوة. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وراء تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة، تابعونا